هنبدأ أصحابي مع مقادير الكيكة إن شاء الله. عندي 6 بيضات، ومدام قلنا بيض يبقى أكيد فيه عندي فانيلا سايلة أو بودر، بس يفضل السايلة بتكون أفضل. معلقة صغيرة بيكنج بودر، معلقة صغيرة خل أبيض. عندي هنا كوب طحين وكوب نشا وكوب سكر، ومعانا نص كوب مي دافي، يعني ما يكون سخن وما يكون بيغلي، يكون دافي، يعني تتحملي تحطي صبعك فيه يعني. اوكي، هبدا الحين هفرغ ال6 بيضات في قلب اناء العجان او الاناء اللي هتضربي فيه في المضرب، ونشوف مع بعض الخطوه الثانيه. هنا اصحابي كوب الطحين وكوب النشا، بسم الله، وهنضيف عليها المعلقه الصغيره بيكنج باودر اهو، وهنغربلهم. اهو بهذه الطريقه كده خليط الطحين معانا جاهز. نشوف الخطوه الثانيه. هنا اصحابي معايا 6 بيضات، هضيف عليهم معلقه الخل ونص كوب الماي الدافي، وهنبدا نخفق حتى يسوي فوم. اصحابي مثل ما انتم شايفين البيض سوى فوم، هنزل السكر كوب السكر واخفق اصحابي حتى يتضاعف الحجم ويفتح الخليط تماما. مش هتكلم عشان انتم تشوفوا معايا الخطوة هذه، وحتى نشوف قوام البيض هيوصل حتى فين. شايفين اصحابي كمية البيض اتضاعفت، وشايفين القوام بتاع البيض مع المية والخل. واحنا نريد البيض، بس هو قدامه كمان دقيقتين، ان شايفين هي بتنزل ثابتة. في المرحلة دي هضيف الفانيلا السايلة وهخفق دقيقة كمان، ونرجع نشوف طريقة خلط الطحين. بس شايفين كمية البيض اتضاعفت واللون افتح صار مثل الكريمة، وشايفين القوام بينزل من على المضرب بسمك. هذا هو القوام. حتى لو انت بتضربي بالمضرب اليدوي لازم تضربي حتى توصلي لهذه المرحلة. هنا اصحابي خلاص كده قوام البيض اهو، شايفين البيض افتح صار كريمي مثل ما انتم شايفين. هنبدأ بقى خلاص دور العجان او المضرب انتهى، هنبدأ نخلط الطحين بايدينا. الحين اصحابي هنبدأ بقى خلاص كده مرحلة العجان خلصت، هنبدأ ناخد الطحين كوب النشا هنصفيه، واحنا غربلناهم مره ونغربلهم مره كمان، هنضيفهم على دفعات يعني نص كوب نص كوب كده اهو، ونتاكد لان هو اهم حاجه عشان هذه ما فيهاش محسنات اهو.
وندخل الخليط. شايفين الخليط ما شاء الله، لازم نحافظ على الهواء اللي دخلناه في خلط البيض، ده اهم حاجه في نجاح الكيكه. اهو اتاكد ان الطحين اندمج قبل ما انزل، اهو شايفين من الاسفل للاعلى بهذه الطريقه كده. الخليط الطحين الاول اهو اندمج اهو. اصحابي هنكمل هنخلط. شايفين لما بقلب البيض ما بيهبطش مني، ليه؟ لانه اتضرب صح. لو انتي ما وصلتيش البيض للقوام هذا في الضرب، لو هتيجي تضيف الطحين هيروح هابط منك. هنضيف اخر شوية طحين. بسم الله. هذا اخر جزء في الطحين اهو، وهنخلط بنفس الطريقة. شايفين ما شاء الله العجينة كمية البيض زي ما هي. اهو اصحابي اخر شوية طحين. طبعا الفرن من اول ما بدأت اشغل العجان وانا مشغلة الفرن، لان الفرن لازم يكون اقل حاجة نص ساعة لربع ساعة حسب. لو الفرن عندك قوي هتحتاجي ربع ساعة قبل ما تدخلي في الكيكة يكون سخن، لو الفرن عندك ضعيف يبقى اقل حاجه بنص ساعه. انا الفرن الكهربائي اللي عندي هذا مش قد كده صراحه، بس اهو ماشي الحال. الكبير عندي الشوايه شغاله والغاز من تحت مش شغال، واحنا خلاص يعني ان شاء الله هنركب المطبخ الجديد والفرن البلت ان وكله هيركب ان شاء الله، هنشوف مع بعض باذن الله هيسهل علينا في الخبز. اهو شايفين كده خليط الكيك، اهو شايفين الخليط ما شاء الله ما هبطش معايا، مفيش حاجه، كل الطحينه اهو اندمج. جايبين من تحت، اهم حاجه تجيبي من تحت عشان لو في اي حاجه تحت اهي من اسفل اهو. شايفين كله ما شاء الله. وتعرفي كيكتك ناجحه من قبل ما تدخليها الفرن ان خليط البيض بعد ما اضفتي الطحين مفيش حاجه ما هبطش منك، لو كان هبط منك للنص اعرفي ان الكيكه هتطلع مكتومه اهي. شايفين اهو هذا قوام الكيك. هنجيب الصينيه ونشوف. هنا اصحابي دي صينية، المقدار اللي احنا عملناه ياخد صينية 26. لو انت ما تريديهاش تقسميها تبقى عالية، لو تريديها عالية هتحطي في 24 او 22. دي 22 غلفتها بزيت وحطيت ورق زبدة من الاسفل والاعلى اهو. وهنبدأ بسم الله الرحمن الرحيم نصب خليط الكيك فيها اهو. هذا خليط الكيك. هنا اصحابي خليط الكيك جاهز، بس شايفين الفقاعات عشان ايه نديها 2 3 طرقات عشان تخرج كل فقاعات الهواء اللي فيها. هدخلها على فرن 160، هتاخد من 40 ل 45 دقيقه، ونشوفكم لما تخرج ان شاء الله طبعا في الرف اللي في الوسط. وهنا اصحابي الكيك اهي بعد ما خرجت من الفرن، هنخليها تبرد تماما وبعدين نقلبها ونشوفها. شايفين ما شاء الله عبت الارتفاع، شايفين هذا ارتفاع الصينية اهو او الحلة، عبت فوقها كمان اهو وهشة وخفيفة. هنخليها تبرد وبعدين نرجع نشوفكم لما نقلبها ان شاء الله ونشوف شكلها. وهي اصحابي قلبتها، شايفين الحلة مفيش حاجة فيها لصقة اهي. ورق الزبدة بيسهل، ما عندكيش ورق زبدة عادي اهو. بسم الله من الجوانب بتطلع بمنتهى السهولة اهي. الطرف التاني اهو.
هخليها بقى تبرد تماما، شايفين قد ايه ما شاء الله هشة وسفنجية، هخليها تبرد تماما، وشايفين الارتفاع عملها اهي، هخليها بقى تبرد تماما ونرجع نشوفكم في التقديم ان شاء الله. ورجعنا اصحابي، مثل ما انتم شايفين الكيكة اهي زي ما شفنا ارتفاع 10 سنتي، وشايفين قد ايه سفنجية اهي اهي، شايفين الكيكة اهي اهي مثل ما انتم شايفين، وهي اصحابي مثل ما انتم شايفين الكيكة اهي سفنجية، تحط ايدك ترد تاني اهو، تحفة. طبعا هقطعها، بس انا الحين مش هقطعها لان انا مش هزينها النهاردة، هزينها بكرة. فعشان ما اطولش عليكم الفيديو، هعمل فيديو للتزيين ان شاء الله بتزيين سهل وسريع ومقادير مظبوطة، وهتشوفوا شكلها من داخل. هي اصلا شايفين يعني اسفنجية. المهم عشان لو مش هتغلفيها، مش هتزينيها في نفس اليوم، بتغلفيها بالبلاستيك راب، ولو الجو حر بتحطيها في الثلاجة، الجو شتاء بتحطيها بره مفيش مشكلة. وان شاء الله هنعملها في فيديو تزيين لحالها باذن الله. وطبعا الكيكة اهي برضو من الاسفل اهي، شايفين ممتازة وتحفة. وبإذن الله هنشوف مع بعض طريقة تزيين سهلة وبسيطة، أي حد يقدر يعملها في البيت إن شاء الله. يا ريت أصحابي ما تبخلوش علينا باللايكات والشير والسبسكرايب، وأهم حاجة كومنت حلو تحت الفيديو. وبثبت المقادير في صندوق الوصف إن شاء الله، إن شاء الله هتعملوها وتتبسطوا عليها وهتعتمدوها وصفة أساسية بإذن الله. لايكات وشير للفيديو. كان معاكم مطبخ دهب، وأشوفكم فيديو جاي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.